هنتكلم عن الكلونينج تول. الكلونينج تول موجوده معاها الباترن ستام. الكلون تول شغاله شويه شبه التول اللي احنا كنا شغالين معاها من شويه اللي هي الهيلينج برش. هوريكم تجربه كده صغيره. انا ممكن مثلا اجي على اللوحه دي، انا هكليك جواها هغير حجم البراش بتاعي مثلا ل 35، كويس كده بقى يدوبك على قد العين دي، تمام. وانا هكليك هنا، هدوس على الالت، هاخد سامبل من الجزء ده وهروح على الجزء التاني، تمام، وهكليك مرة واحدة بس. اوكي، طبعا ده شيء مش كويس ان انا اعمل كده، بس ساعات هتضطر ان انت تعمل ان انت عايز تعمل كلونينج لاريا في مكان تاني. لو مثلا انا هعمل كنترول وزد اللي انا عملته، المفروض ان انا عايز انقل الشجر ده الناحيه التانيه هنا، فانا هاجي هعمل الت كده وهسامبل الشجر ده وهروح الناحيه التانيه على البراشز علشان ما غلطش كتير وانا بعمل كلونينج كده. انا هسبوت اريا كبيره جدا هنقلها الناحيه التانيه، تمام. انا هكلون برضو تاني، اوكي، وهاجي الناحيه التانيه هبتدي اضيف الشجر بتاعي. وخد بالك بمجرد ما هتخش في اريا تانيه هيبتدي يديك المارجن بتاع الصوره. انا كده المفروض ان انا اسامبل الجزء ده، اوكي، وابتدي هنا، اوكي، انا محتاج ان انا اسامبل الجزء ده كمان وابتدي اشتغل بيه، اوكي. اوكي، انا كده عملت كلوننج للجزء ده، نقلته الناحية التانية. في برضو اسلوب تاني الكلوننج تول اشتغل بيه. هوريك شوية حاجات كده صغيرة انت عملت معظمهم قبل كده معايا، واحنا اتفقنا ان احنا لسه ما اتكلمناش عن اللايرز خالص. هعمل حاجة تانية، انا عندي ايمج اهي فاضية خالص، هضيف فيها لاير تانية جديدة، اوكي، وهاجي بالكلوننج تول بتاعتي. انا هجيب دي هنا، اوكي، وهصغر الباليتس بتوعي خالص للحجم ده، اوكي، وهجيب الكلونينج تول، انا عايز الفيس بس، اوكي، هدوس، المفروض ان انا اكتيفيت المكان اللي انا هشتغل فيه، اوكي، هدوس الت، اوكي، هسامبل وهروح في الايمج الثانيه وابتدي اشتغل، اوكي، ده الجزء اللي انا محتاجه بس، تمام. انا نقلت الجزء ده بس هنا وهنا. طيب انا هعمل كنترول وزد، اوكي، وهوريك شويه حاجات تانية. اول حاجه ان انا هقلل الاباسيتي وهقلل الفلو وهشتغل اير براش وهشتغل مود مثلا اوفرلاي وهجرب تاني اللي انا عملته، اوكي. بص كليك واحده اديت افكت شكله ايه. طيب هكليك وهدراج لحد بس ما اكمل الوش بس، اوكي. هي البرش لما اشتغلنا بيها او الكلونينج تول اديتنا شويه اوبشن من بتوع البرش، تمام. انا هرجع لموضوع اللايرز تاني، انا هضيف لاير تانيه وهدرجها، هكليك عليها كده وادرجها تحت الاولانيه، بقت دي عندي لاير اللي هي لاير 2 اللي انا شغال فيها. هدوس دي ديفولت كولر يعني، وهعمل الت وديليت، تمام، الت وديليت، عملت فيلم بالفور جراوند كولر بتاعي لل اللاير اللي هي لاير 2، مليتها لون اسود، تمام. اوكي، هاخد الايمج كده واوريها لك. ادي افكت جميل جدا. احنا ممكن نيجي هنا نحط تكست،
تمام، وتبقى دي مثلا بانر او بامفلت صغير، اعلان عن جاليري، حاجة زي دي. تمام، في حاجة تانية برضو ممكن نلعب بيها شوية. لو انا رحت على لير 2 وخلدتها هي كمان مثلا هيو، لا مش هيو، دي ساتوريشن، لا مش ساتوريشن. طب الطريقة بتاعتنا العادية ان احنا نجرب كله، هغير الفيل بتاعها شوية كده، اوكي، وبرضه هجرب اللايرز تاني، الافكتس تاني، المودز، تمام، واحد ورا التاني كده لحد ما يديني حاجة انا شايف ان هي كويسة. انا هخلي اللير دي نورمال خالص، اوكي، وهروح على اللير بتاعتنا اللي احنا كنا شغالين بيها، تمام، اوكي، هبتدي اغير اللير دي، شوف ايه اللي ممكن يطلع. اوكي كده معقول شوية، ادي اللير اللي تحت، اغير اللون بتاعها شوية. اوكي إيه، لو انت جربت الافكتة دي تمام وغيرت نسبة الساتوريشن ونسبة الفلو والاوباسيتي وانت بتاخد السامبل بتاعتك، هتطلع ريزولت تانية. جرب اللي انا عملته، انا مفيش متهيألي حاجة صعبة انا عملتها لحد دلوقتي، كل اللي اتضاف عليك ان انت ضفت لير تانية تمام وغيرت مكان لير واتفرجت على الكلونينج تول، تمام. روح جرب الحاجات دي وشوف ممكن تطلع حاجة حلوة. اشوفك الدرس الجاي.